السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أستكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة Advanced Immunohematology، ونكمل كلامنا إن شاء الله في الموضوع الأول من سلسلة Experience in Blood Banking، واللي بعنوان Introduction to Immunohematology. وعرفنا في الجدول ده بشكل مختصر كده أهم الفروق بين الـ IgG والـ IgM وأهمية ده بالنسبة لشغلنا في بنك الدم. في شغلنا العملي بقى في بنك الدم، عشان نقدر نشوف الرياكشن بين الـ Antigens اللي على الـ RBCs وبين الـ Antibodies عن طريق حاجات بتكون Direct أو indirect. الحاجات الديركت اللي بيحصل فيها الاجليتينيشن او الهيمولايسيس بشكل مباشر بالسلاين العادي اللي احنا بنستخدمه وبيظهر معانا رياكشن عادي، وده غالبا زي ما قلنا بيكون IgM. انما في الانديركت بنستخدم فيه رياجنت معين اللي هو الانتي هيومان جلوبولين، عشان يقدر يساعدنا ان احنا نشوف التفاعل، لان الانتي بادي اللي موجود ما يقدرش لوحده يعمل اجلوتينيشن، وده غالبا بيكون IgG. نيجي بقى لجزئية تانية عشان نحاول نفهم بيها شوية رياكشن اللي بيحصل بين الانتيجين وبين الانتيبادي. دلوقتي الـ RBCs بشكل طبيعي فيها على سطحها سالك أسيد، وده اللي بيعمل سحابة كده من النيجاتيف تشارجز، تمام، من الشحنات السالبة حوالين الـ RBCs، وبالتالي بيكون في مسافات اللي بين الـ RBCs وبعضها نتيجة الشحنات دي. هتبدأ الكرات دي بعد كده تحاط بشحنات موجبة، وليكن من السلاين مثلا اللي احنا شغالين بيه. الفرق بقى في الإلكتريك بوتنشال بين النيجاتيف والبوزيتيف تشارجز، ده اللي احنا بنسميه الزيتا بوتنشال، وده اللي بيخلي المسافة بين الكرات وبعضها حوالي 25 نانو متر زي الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وده بيوضح لنا بشكل كويس الفرق بين لما يكون الرياكشن في IgG أو IgM. هنا بالنسبة لل IgM، الموليكيول نفسه للأنتيبادي يعني بيكون حوالي 35 نانومتر، وإحنا قلنا المسافة بين الـ RBCs حوالي كام؟ 25 نانومتر. معنى كده إن هو يقدر إن هو ياخد المسافة دي كلها ويرتبط بأنتيجين هنا وانتجن هنا، وبكده يحصل direct agglutination. انما بقى في حالة الـ IgG هو نفسه حوالي كام؟ 14 نانومتر. معنى كده انه ما يقدرش يملى المسافة دي، وبكده هو لوحده غالبا ما يقدرش يعمل direct agglutination، وهنحتاج ساعتها لريجنت نستخدمه يقوم لنا بالموضوع ده ويحل لنا المشكلة دي، عشان ساعتها نقدر نشوف الرياكشن. تمام كده؟ طيب، نقف عند النقطة دي النهاردة، ودي تكون نهاية مقطعنا النهاردة، إلى أن نلتقي قريبا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.